وصلنا لمحطة كثير مميزة بصباحاتنا سلمى، دائما بنركز على السيدات السوريات وخصوصا السيدات اللي بيكون عندهم موهبة وبيحبوا دائما يبلشوا مشروعهم الخاص. صحيح نرمين، واليوم رح نحكي عن سيدة من السيدات بادرت إلى إتقان العمل اليدوي وكان لها مبادرات كثير، ومؤخرا اشتركت ضمن سوق ضيعتنا بطرطوس طبعا بمجال العمل اليدوي. رح نتعرف أكثر على مشروعها وعلى بداياتها ونتعرف أكثر عليها. معنا اليوم بالاستوديو ضيفتنا بنان عيزوقي وهي حرفية وصاحبة فكرة سوق ضيعتنا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباحك وأهلا وسهلا فيك. كيف طرطوس؟ الحمد لله تمام. طيب خلينا نحكي اليوم من سوق ضيعتنا، الفكرة أيمت بلشت وكيف بلشت؟ الفكرة بلشت من بداية وباء كورونا طبعا إلى 4 سنين. نحن فترتنا بالضيعة، نحن كوني أنا بنت ريف، يعني نحن بالضيعة وصلنا ل يعني مثلا لفقر ولا ما في العالم بقى تطلع من برا البيت، ووقتها نبهوا كثير عن بالنسبه للمعلبات بالسوبر ماركت انه ما بصير الواحد يستخدمها. طبعا انا فترتها جاني اتصال من مديره التنميه المشاريع الصغيره، سالتني المديره انه بنان انت سبق وشاركتي معنا بمهرجان الزهور، صار بال 2010 بحديقه الباسل بطرطوس، شاركتي معنا بمواد غذائيه. قلت لها انا شاركت بالخيزران والاكسسوار وقطع اعاده التدوير. طبعا بنفس الوقت كان المشارك معي سبق قبل بمعرض يعني من السويدة، شاركت خل التفاح كمساعد يعني ثلاث كرات يعني بعت له يعني بعت له حقه. طبعا هون طلبت مني مديره التنميه اني شوف لها في اذا في ستات بيوت بيشتغلوا بالمواد الغذائيه. نحن كونه بالضيعه كانت مقتوله العاده، ما نحن بنعتمد بنجيب وانتنا من مدينه السلاميه بنجيب الموني كلها. فبلشتوا تفكروا بحلول بقى. انا نزلت على صفحتي على الفيس انه اي ربه منزل بتشتغل بالمواد الغذائيه انها تتواصل معي. طبعا انا بحكم شغلي كوني حرفيه وكوني عندي ناس كثير اصدقاء كثير هون صارت تتواصل معي، عجبتني الفكره كثير وتشكروني على المبادره. قلت انا واسطه خير بينكم وبين المحافظه ما لها علاقه. طبعا بعد ما كونت عدد من الاسماء وبعثت لياهم كان هون سكر الكتاب، ما راح محل في الحظ الكل يروح اسمهم يعني على المحافظه، كان في بقي عدد يعني. طبعا انا هون شعرت بتانيب الضمير انه انا وعدتهم اني ساعدين وما في شو بدي اعمل، كيف بدي اروج لاعمالهم يعني بعد ما تعرفت انه كل سيده بتشتغل بمجالها الخاص يعني. هون طلعت بفكره، قلت كوني انا عندي صفحه خاصه لاعمالي على الفيس وكوني في عندي ناس كثير بحكم معارضي ومهرجانات اللي بشارك فيها تابعتني، ليش انا ما بعمل جروب على الانترنت بسميه مثلا سوق ضيعتنا، بروج فيه للاعمال للسيدات اني بروج لهم اعمالهم ومنهم اللي بساعدهم يعني بالنسبه لوضعهم يعني. والحمد لله انه الحمد لله يعني من هون بلشت الفكره. الحمد لله الحمد لله. طيب خلينا نشوف كمان اليوم عندك شوي من نماذج شغلك. هلا هذا فينا نقول بالشتاء بالصيف بيختلف مثل الايام هذه كمان اي مثل اللي لابستيها. هلا هذا فينا نقول شتوي، الناس بتحبه كثير، موض للصبايا، الوان مختلفه وحتى المواد المصنوع منها مختلفه. هذا شيء بس بتعمليه بالشتاء ولا لا بتطوري هذا الموضوع؟ ممكن تعملي من اول ما ببلش الشتوي بلش بشتغل هيك شغلات، لانه بكره بصير عندي معارض بالشتويه او اذا شاركت بفتحنا السوق مثلا بحط اعمالي فيه وبروج اعمالي. دائما هيك بالظروف الاقتصاديه، وانت بداتي حديثك بموضوع الظروف الاقتصاديه، السيده السوريه بتفكر بموضوع التوفير او كيف هي ممكن تدور الموارد يلي موجوده عندها. قديش اليوم اعاده التدوير والاعمال اليدويه هي اخذه حيز من ضمن مشروعك؟ طبعا هالشغله كثير تطورت وفي ستات كثير عم تشتغل، بالاخص بعد انا ما بلشت بهذا السوق صار في ناس كثير كمان ستات بيوت عم تشتغل ضمن المنزل بالمواد الغذائيه واي شيء لحتى بس انها لتدبر مثلا لقمه عيشه يعني اللي كان لها ولا لاهل بيتها يعني. كثير تطورت يعني. طيب اعاده التدوير كيف تطور يعني؟ كيف باعاده التدوير دائما متعودين على الست مثلا ممكن قطعه يعني منزوعة تضبطها بقطعة تانية أو تحولها لشيء تاني، فخلينا نحكي اليوم نحن كيف قدرتوا تطوروا كمان هي المهارات يعني اللي عندكم؟ من خلال أنا الحمد لله كوني بشتغل خيزران، خيزران يعني فن بحد ذاته يعني،
الخيزران والاكسسوارات. انا تعلمت مثلا انا ما حبيت ما بحب اني كبشه يعني انا اي قطعه عندي كانت مثلا قنيت علبه غري خلينا نقول بتكون فاضيه. انا اول ما بلشت بالمعارض كنت العلب الغري اللي جيبها مشان الخيزران انا كنت اعبيها واحط لها ورد وبيوم عملها مثل سلة ورد يعني حلو ما كنت اني والله فرط فيها يعني. وهلا عم وانت عم تحكي عم نشوف صور من شغلك كمان بتشتغلي بالاكسسوارات. ايوه. شو الاكثر شيء بلشتي فيه هلا مثلا اللي شايفينهم اذا فينا ناخذ منهم هلا رح نشوف منهم على كمان على الشاشه يعني موديلات متعدده فينا هيك يمكن اقرب لك اذا فيكي تاخذيهم. في مثل هذا اللون مثلا خلينا نحكي عن هذا اللون بالزيت. انا بال 2018 شاركت بمهرجان اسمه مهرجان فنون اليوبيل صار بمدينه السلميه. طبعا كنا مع فرقه تكات هي شاركت بالغناء تاهلت على مستوى العالم. انا شاركت بالعمل اليدوي انا تاهلت على مستوى سوريا. حلو بالعمل اليدوي. طيب اليوم هذا الشيء كثير مهم انه يكون كل سيده عندها ولو مشروع صغير أكيد. مو بس انه هي تساعد نفسها فيه يعني ان احنا شايفين انت عملتي مساعده لاكثر من حدا بالضيعه جنبك إيه. هذا بينبع من اليوم المسؤوليه المجتمعيه اللي على كل واحد فينا. قد ايه شفتي هذا السوق كان مجال لعدد كبير؟ كم شخص بلشتوا هلا كم شخص صار موجود معكم في السوق؟ كثير اكثر 4000 في كثير عدد كبير إيه. واغلب المنتجات الموجوده شو موجوده كلها تلق حاليا مواد غذائيه مثل السماق دبس رمان الزعتر في كمان انواع من الزعتر زعتر وفي كمان اجبان والبان في كثير الحمد لله. طيب خلينا نحكي اليوم في معارض هيك عم تحضروا لها جديده او نشاطات اليوم لتروجوا منتجاتكم اكثر؟ بصراحه انه بالهلق حاليا انه في معرض دعونا نقابه الحرفيين معرض للهند بس لسه ماني مأكده يعني انا مجهزه حالي ما طيب. بعرف نسأل عن الموضوع التذكره ان شاء الله يا رب هيك بتوصلوا وبتنتشروا اكثر وبتوصل كل اليوم المنتوجات الحلوه اللي عم تسووها مسموعه اكيد بحب وشغف لكل الناس. اليوم رساله منك لكل سيده سوريه شو بتحبي تقولي؟ طبعا انا بشجع وبحمس كل سيده سوريه انها تشتغل كان اي مجال كان الاعمال اليدويه كان المواد الغذائيه انها تطور شغلها وتعتمد على نفسها خاصه بهالظروف الصعبه اللي وصلنا لها يعني. وبحب اني نوه انه هلا كمان انه في فكره جديده فتحنا سوق بطرطوس سوق جديد طبعا لسه ما بلشنا يعني ان شاء الله من هلا بدايه الشهر. نحن مجموعه تشاركيه نحن 11 شخص وفي امل ان شاء الله لقدام يمكن نصير 30 شخص انه مع التقدم يعني ان شاء الله كل واحد عنده مشروع الخاص كل واحد عنده مشروع الخاص مشارك بهذا خلال هذا السوق وان شاء الله الله يوفق الجميع ان شاء الله. طبعا هذا بيعتمد انه يكون فرع ثاني لسوق ضيعتنا لانه انا اللي عندي كل العملاء بطرطوس صحيح عرفتي كيف وكوني ساكنه بالريف بيصيروا بيجي ياخذوا من عندي من السوق ان شاء الله. ودائما هي المشاريع نحن بنحب نسلط الضوء عليها لانه هي فعلا مهمه نرمين وبيظل هي الظروف صحيح. الصعبه هي ضروري تكون موجوده والسيدات السوريات ابدعوا حقيقه بابتكار افكار ومشاريع لحتى يساعدوا نفسهم ويساعدوا غيرهم. بدنا نتشكرك كثير على وجودك تسلمي. معنا تسلمي وانا بتشكركم كثير كثير شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. نحن كنا سعيدين اليوم انه قدرنا من خلالك نضوي على مجموعه من الاعمال لسيدات سوريات من تسلمي. هالمره كنتوا من طرطوس وان شاء الله من باقي المحافظات السوريه. تسلمي الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. تسلمي شكرا لك. شكرا لك.